مرحبا بجميع أصدقاء متبعي قناة فلاش 90 دقيقة في تحليل وتوقعات مباريات يوم الجمعة اختارج 12 مقابلة. أول لقاء الدوري الإسباني الجولة التاسعة ليغانيس يستقبل فريق فالنسيا. ترتيب الناديان: فريق ليغانيس يحتل الرتبة 16 بسبع نقاط من انتصار 4 تعادلات 3 هزائم. فالنسيا في الرتبة 18 بخمس نقاط من انتصار تعادلين 5 هزائم. آخر مواجهة جمعت الناديان انتهت لصالح ليغانيس هدف مقابل صفر داخل الميدان. المواجهة التاريخية تشهد الغلبة الفالنسيا 6 انتصارات مقابل انتصار ليغانيس مع 3 مواجهات انتهوا بالتعادل. آخر 5 مقابلات لكل نادي فريق ليغانيس حقق تعادلين انتصار تعرض لهزيمتين. آخر لقاء تعادل خارج الميدان أمام الرايو هدف في كل شبكة. فالنسيا آخر 5 مقابلات حقق تعادلين انتصار تعرض لهزيمتين. آخر لقاء لهزيمة خارج الميدان أمام ريال سوسيداد 3-0. توقع المناسب للقاء ليغانيس فالنسيا ورشح فريق ليغانيس في شوط اللقاء الأول سيسجل هدف أو أكثر. هذا هو أفضل توقع للقاء ليغانيس وفالنسيا. المقابلة الثانية الدوري الإيطالي الجولة 7 نابولي يستقبل فريق كومو. ترتيب الناديان: نابولي يحتل الصدارة 13 نقطة من 4 انتصارات تعادل هزيمة. فريق كومو في الرتبة 10 8 نقاط انتصارين تعادلين هزيمتين. آخر مواجهة جمعت الناديان انتهت لصالح كومو هدفين مقابل صفر داخل الميدان. اللقاء التاريخي تشهد الغلبة النابولي 20 انتصار مقابل 4 انتصارات كومو 6 مواجهات انتهوا باقتسام نقاط المواجهة. الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي: نابولي 4 انتصارات تعادل. آخر لقاء الانتصار داخل الديار هدفين مقابل صفر أمام أيس مونزا داخل الميدان. فريق كومو آخر 5 مقابلات انتصارين تعادلين تعرض لهزيمة. آخر لقاء الانتصار داخل الميدان أمام هيلاس فيرونا 3-2. توقع الأفضل للقاء نابولي كومو هي كلا الناديان سيسجلان جول. هذا هو أفضل توقع للدوري الإيطالي. المقابلة الثالثة نفس الدوري الإيطالي إيلاس فيرونا يستقبل فريق فينيسيا. ترتيب الناديان: إيلاس فيرونا في الرتبة 14 بست نقاط من انتصارين 4 هزائم. فينيسيا في الرتبة 19 4 نقاط من انتصار تعادل 4 هزائم. آخر مواجهة جمعت الفريقان انتهت لصالح إيلاس فيرونا 3 مقابل هدف 1 داخل الميدان. مواجهة تاريخية تشهد تكافؤ 18 انتصار لكل نادي مع 16 مواجهة انتهت بالتعادل. الخمس لقاءات الأخيرة لكل فريق: فريق إيلاس فيرونا تعرض لأربع هزائم حقق انتصار. آخر لقاء لازمة خارج الميدان أمام فريق كومو 3-2. فينيسيا آخر 5 مقابلات 3 هزائم انتصار تعادل. آخر لقاء لازمة خارج الديار أمام روما هدفين مقابل هدف واحد. أفضل توقع للمقابلة ورشح فوز إيلاس فيرونا داخل الميدان أمام فريق فينيسيا. المقابلة الرابعة الدوري المغربي الجولة الخامسة شباب المحمدي يستقبل فريق شباب الرياضي السالمي. ترتيب الناديان: شباب المحمدي متديل الترتيب بصفر نقطة من 4 هزائم. شباب الرياضي السالمي في الرتبة 11 5 نقاط من انتصار تعادلين هزيمة. آخر مواجهة جمعت الناديان انتهت لصالح شباب الرياضي السالمي هدف مقابل صفر خارج الديار. اللقاء التاريخي تشهد الغلبة شباب الرياضي السالمي 4 انتصارات مقابل انتصارين شباب محمدية ومقابلتين انتهوا بالتعادل. الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي: شباب المحمدية تعرض لخمس هزائم آخر وأمام نهضة السمامرة خارج الميدان 3-0. الشباب الرياضي السالمي آخر 5 مقابلات تعادلين انتصار تعرض لهزيمتين. آخر لقاء تعادل أمام اتحاد الرياضي التوروي داخل الميدان 0 لمثله. أفضل توقع للمقابلة ورشح فوز الشباب الرياضي السالمي بفارق هدفين أمام شباب المحمدية.
المقابلة الخامسة، الدوري الألماني البوندسليغا الجولة السادسة، إف سي أوكسبورغ يستقبل فريق بروسيا مونشنغلادباخ. ترتيب الناديين أوكسبورغ في الرتبة 15 بأربع نقاط من انتصار تعادل ثلاثة هزائم، بروسيا مونشنغلادباخ الرتبة 11 ست نقاط من انتصارين ثلاثة هزائم. آخر مواجهة جمعت الناديان انتهت لصالح أوكسبورغ هدفين مقابل هدف واحد خارج الديار. اللقاء التاريخي يتشهد الغلبة البروسيا مونشنغلادباخ 11 انتصار مقابل 10 انتصارات لأوكسبورغ وتسع مقابلات انتهوا بالتعادل. الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي أوكسبورغ تعرض لثلاثة هزائم حقق انتصارين. آخر لقاء الهزيمة خارج الديار أمام فريق لايبزيغ 4-0. بروسيا مونشنغلادباخ الخمس لقاءات الأخيرة انتصارين تعرض لثلاث هزائم. آخر لقاء الانتصار داخل الديار أمام يونيون برلين هدف مقابل صفر. أفضل توقع للمقابلة أرشح فوز أوكسبورغ داخل الميدان أمام بروسيا مونشنغلادباخ. المقابلة السادسة، الدوري الإسباني الدرجة الثانية الجولة الثامنة، ويسكا يستقبل فريق قاديس. ترتيب الناديين ويسكا في الرتبة الخامسة 12 نقطة من أربع انتصارات ثلاث هزائم، فريق قاديس في الرتبة الخامسة 15 من تسع نقاط انتصارين ثلاث تعادلات هزيمتين. آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت لصالح قاديس هدفين مقابل هدف واحد داخل الميدان. اللقاء التاريخي تشهد الغلبة الفريق الأندلسي قاديس 4 انتصارات مقابل انتصارين لويسكا 6 مواجهات انتهوا بالتعادل. الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي ويسكا تعرض لثلاث هزائم حقق انتصارين. آخر لقاء الهزيمة خارج الميدان أمام ميرانديس هدف مقابل صفر. قاديس الخمس لقاءات الأخيرة انتصارين تعرض لهزيمة حقق تعادلين. آخر لقاء الهزيمة داخل الميدان أمام إلدينسي هدفين مقابل هدف واحد. توقع الأفضل والمناسب للمواجهة أرشح فوز ويسكا داخل الميدان. مقابلة الدوري الفرنسي ليك أن الجولة السابعة، أولمبيك مارسيليا يستقبل فريق أونجي. ترتيب الناديان مارسيليا في الرتبة الثالثة 13 نقطة من أربع انتصارات تعادل هزيمة، فريق أونجي يتديل الترتيب بنقطتين من تعادلين أربع هزائم. آخر مواجهة جمعت الفريقان انتهت لصالح أولمبيك مارسيليا 3 مقابل هدف واحد داخل الديار. اللقاء التاريخي تشهد الغلبة المارسيليا 22 انتصار مقابل 14 انتصار أونجي 17 مواجهة انتهت بالتعادل. الخمس لقاءات الأخيرة لكل فريق مارسيليا تعرض لهزيمة حقق 3 انتصارات تعادل. آخر لقاء فريق أونجي آخر خمس مقابلات النادي تعرض لثلاث هزائم حقق تعادلين. آخر لقاء الهزيمة داخل الميدان أمام ستاد ريمس 3 مقابل هدف واحد. أفضل توقع للمقابلة أرشح فريق مارسيليا سيسجل في شوط اللقاء الأول هدف أو أكثر. هذا هو أفضل توقع لمواجهة الدوري الفرنسي. مقابل الدوري البرتغالي الجولة الثامنة، الريو أفي يستقبل فريق فاماليكاو. ترتيب الناديان، الريو أفي يحتل الرتبة الثانية عشر بسبع نقاط من انتصارين تعادل أربع هزائم، فاماليكاو في الرتبة السابعة 12 نقطة من ثلاث انتصارات ثلاث تعادلات هزيمة. آخر مواجهة جمعت الناديان انتهت لصالح فاماليكا وهدفين مقابل هدف واحد داخل الميدان. اللقاء التاريخي تشهد الغلبة فاماليكا وأربع انتصارات مقابل انتصار ريو أفي سبع مواجهات انتهوا باقتسام نقاط المواجهة. الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي فريق الريو أفي تعرض لثلاث هزائم حقق انتصار تعادل. آخر لقاء الهزيمة خارج الميدان أمام سبورتينغ براغا 4-0. فاماليكاو آخر خمس مقابلات ثلاث تعادلات انتصار تعرض لهزيمة. آخر لقاء تعادل داخل الميدان أمام ناسيونال 0 لمثله. أفضل توقع للمقابلة أرشح بأن اللقاء سيشهد تسجيل هدفين أو أكثر.
مقابلة الدوري الإنجليزي الشامبيونشيب الجولة التاسعة، ساندرلاند يستقبل فريق ليدز يونايتد. ترتيب الناديان: ساندرلاند في الصدارة 18 نقطة من 6 انتصارات هزيمتين، ليدز يونايتد في الرتبة الخامسة 15 نقطة من 4 انتصارات 3 تعادلات هزيمة. آخر مواجهة جمعت الفريقان انتهت بالتعادل السلبي 0 لمثله. اللقاء التاريخي تشهد الغلبة ليدز 38 انتصار مقابل 35 انتصار ساندرلاند، 18 مواجهة انتهت بالتعادل. آخر 5 مقابلات لكل نادي، ساندرلاند حقق 3 انتصارات تعرض لهزيمتين. آخر لقاء الانتصار داخل الميدان أمام ديربي كونتي 2-0. ليدز آخر 5 مقابلات تعادل، 3 انتصارات تعرض لهزيمة. آخر لقاء تعادل خارج الميدان أمام نورويش سيتي 0-1. أفضل توقع للمقابلة: أرشح فوز ليدز يونايتد خارج الميدان أمام المتصدر ساندرلاند. مقابلة العاشرة الدوري التركي الجولة الثامنة، الريس بور يستقبل فريق أنطاليا سبور. ترتيب الناديان: فريق الريس بور في الرتبة 16 بأربع نقاط من انتصار تعادل 5 هزائم، أنطاليا سبور في الرتبة 13 8 نقاط من انتصارين تعادلين 3 هزائم. آخر مواجهة جمعت الفريقان انتهت لصالح الريس بور 3-0 داخل الميدان. اللقاء التاريخي تشهد الغلبة الأنطاليا 11 انتصار مقابل 10 انتصارات الريس، 8 مواجهات انتهوا بالتعادل. 5 لقاءات الأخيرة لكل فريق: الريس بور تعرض لخمس هزائم، آخر وأمام ألانيا سبور خارج الميدان هدف مقابل 0. أنطاليا تعرض لهزيمتين انتصارين تعادل، آخر لقاء الهزيمة داخل الميدان أمام فنربخشة 2-0. توقع المناسب للقاء: أوفر 2، أي اللقاء سيشهد تسجيل هدفين أو أكثر. المقابلة 11 الدوري الروماني الجولة 12، فارولي يستقبل فريق دينامو بوخاريست. ترتيب الناديان: فريق فارولي يحتل الرتبة 12 ب12 نقطة، 3 انتصارات 3 تعادلات 5 هزائم، دينامو بوخاريست في الرتبة الخامسة 17 نقطة 4 انتصارات 5 تعادلات هزيمتين. آخر مواجهة جمعت الفريقان انتهت لصالح دينامو بوخاريست 2-0 خارج الميدان. اللقاء التاريخي تشهد الغلبة الفارول 3 انتصارات انتصار بوخاريست مع لقاء انتهى بالتعادل. آخر 5 مقابلات لكل نادي، فريق فارول تعرض لهزيمتين حقق تعادلين انتصار، آخر لقاء الهزيمة خارج الميدان هدف مقابل 0. دينامو بوخاريست حقق تعادلين تعرض لهزيمتين مع انتصار، آخر لقاء تعادل داخل الميدان أمام بوتوساني 2 في كل شبكة. أفضل توقع: أرشح فوز فريق فارول داخل الميدان أمام دينامو بوخاريست. المقابلة 12 الدوري الهنغاري الجولة 9، بوسكاس أكاديمي يستقبل فريق ديبرتشيني. ترتيب الناديان: بوسكاس أكاديمي في الرتبة 15 نقطة من 5 انتصارات هزيمتين، فريق ديبرتشيني في الرتبة 9 7 نقاط من انتصارين تعادل 4 هزائم. آخر مواجهة جمعت الناديان في الدوري المجري انتهت لصالح بوسكاس أكاديمي 4 مقابل هدف 1 داخل الميدان. اللقاء التاريخي تشهد الغلبة لديبرتشيني 11 انتصار مقابل انتصارين بوسكاس مع 10 مواجهات انتهوا بالتعادل. آخر 5 مقابلات لكل نادي، بوسكاس أكاديمي تعرض لهزيمتين حقق انتصارين تعادل، آخر لقاء لازم خارج الديار أمام فيرينك باروس 3-0. فريق ديبرتشيني آخر 5 مقابلات 3 هزائم انتصارين، آخر لقاء لازم داخل الميدان 3-2. أفضل توقع لمواجهة الدوري الهنغاري: أوفر 3، أي اللقاء سيشهد تسجيل 3 أهداف أو أكثر. أدو أفضل توقع للمواجهة. هذا الأصدقاء أما توقعاتي وتحليلي لـ 12 مقابلة ليوم الجمعة. في الأخير حظ موفق للجميع.